السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين. أبارك لكم عيد الغدير الأغر، ولأبناء الأمة الإسلامية جمعاء، وبالأخص سيدنا ومولانا الإمام المهدي الموعود المنتظر سائلاً العلي القدير أن نرى ولاية أمير المؤمنين متجسدة تجسيدا فعليا بظهور سيدنا ومولانا المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. علي عليه السلام هو ذلك الشخصية التي اختارها الله سبحانه وتعالى، واختارها رسول الله صلى الله عليه وآله لتكون امتدادا طبيعيا لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحلة رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ليكون خليفة لرسول الله وإماما على الأمة ووصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان كما كان نبيا كان إماما، والله سبحانه وتعالى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، ولكن الإمامة باقية ومستمرة إلى قيام الساعة. هذه الإمامة أراد الله سبحانه وتعالى بقاءها وانتقالها من رسول الله إلى علي عليه السلام والأئمة الأطهار من أولاد علي عليه السلام. هذا الإمام الذي سيكون امتداداً طبيعيا لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكون أولا مرجعا للأمة عند اختلافها. حينما تختلف الأمة ترجع إلى شخصية يكون قوله حجة عليها، يكون عندئذ هو صمام الأمان للأمة عند اختلافها أو عند تفرقها، كما يكون هو المجسد الحقيقي للإسلام النبوي، للإسلام المحمدي الأصيل، يكون مطبقا تطبيقا واقعيا لأعظم نموذج ومثال للإسلام، ويتمثل في الإمام المعصوم في كل زمان، كما يكون كذلك حاميا للشريعة الإسلامية، حاميا لشريعة رسول الله من التحريف والتبديل والتغيير. فالإمام المعصوم وجوده في للبشرية في كل عصر وجودا ضروريا، أولا لترجع إليه الأمة عند الاختلاف، وليكون تجسيدا حقيقيا للإسلام، وليكون حاميا وحارسا للشريعة من التحريف والتبديل والتغيير. هذا الإمام الذي يريده الله أن يتولى هذه المسؤولية الكبرى لا بد أن يعده الله لهذه المسؤولية،
فكان علي هو تلك الشخصية التي على رسول الله أن يعدها إعدادا إلهيا ربانيا وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله سبحانه وتعالى عليا، وعلي من أهل بيت النبوة، من أهل بيت رسول الله، كما كان هارون من أهل بيت موسى، وكما كان الله سبحانه وتعالى إذا اختار نبيا يختار أهل بيته كذلك يختار ذريته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فالله يصطفي النبي ويصطفي الخير الخير من أهل بيت النبي كذلك. وقد قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ورسول الله صلى الله عليه وآله اختار كذلك وزيرا له من أهله هو أخاه علي عليه السلام. هذا الاختيار اختيار إلهي ورباني من الله سبحانه وتعالى. وهنا نرى عناية السماء تتدخل، ونرى أن الله سبحانه وتعالى يعد تلك الشخصية إلى تلك المهمة. فأولا ولادة علي في الكعبة، هذه الولادة التي لم تكن لأحد قبل علي ولا لأحد بعد علي، ولم تكن إلا لعلي خاصة ليمتاز بها علي عليه السلام من بين كل أبناء الأمة الإسلامية، وليكون تلك علامة وميزة خاصة في الإمام الذي يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولادته في البيت لا شك أنها ولادته اختيار إلهي رباني وتمييز لذلك الإمام الذي سيكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت أصل ولادته في بيت الله، أصل وجوده إلى هذه الدنيا حينما جاء إلى هذه الدنيا، أول ما فتح عينيه في بيت الله وأول ما رأته الناس قد خرج من الكعبة يلوح بوجهه النير إلى الناس. ثانيا تربية علي. الولد يربى، أنت تربي ابنك وأنا أربي ابني، إلا أن علي تربيته لم تكن على يد أبيه، وإنما تربيته على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. فمنذ نعومة أظفاره أخذه رسول الله إلى بيته ورباه رسول الله وكفله رسول الله صلى الله عليه وآله، وليتأدب على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويتخلق بأخلاق رسول الله. ورسول الله أدبه الله، وعلي أدبه رسول الله، فكيف يكون ذلك الشخص الذي أدبه وعلمه ورباه أفضل شخصية في البشرية على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول علي عليه السلام عن تلك الكفالة والتربية
الخاصة يقول: ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ويلقمني، يعني منذ أن كان صغير جدا رسول الله يمضغ الطعام ويلقمه في فم علي عليه السلام، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما يأمرني بالاقتداء به. يعني في كل يوم علي عليه السلام يأخذ علما من رسول الله ويأخذ أخلاقا من رسول الله وينهل من علوم ومعارف رسول الله صلى الله عليه وآله يوميا في كل يوم. هو علي يقول في كل يوم، يقول يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما يأمرني بالاقتداء به. هذا الذي كل يوم كل يوم ينهل من أخلاق رسول الله ويتعلم من رسول الله ويتربى في حجر رسول الله ويتخلق بأخلاق رسول الله. إذن هناك عناية إلهية من الله خاصة بعلي عليه السلام، اختاره الله سبحانه وتعالى ليعد إعدادا للمنصب الإلهي الكبير الذي سيناط به ويتحمله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أو عفوا ثالثا، سبقه للإسلام. لقد سبق علي عليه السلام الجميع للإسلام، الإسلام الذي عرفه علي قبل أن يعرفه أحد قط. لم يعرف أحد الإسلام قبل علي، حتى عشيرة رسول الله الذين أمره الله سبحانه وتعالى بأن ينذرهم في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هؤلاء علي عرف الإسلام قبلهم، لأنه كان مع رسول الله وفي بيت رسول الله، حتى قال عليه السلام: لقد عبدت الله تعالى قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة. وكان يقول: كنت أسمع الصوت، صوت الوحي، صوت جبرائيل إذا نزل على رسول الله، كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء، ضوء الإيمان، نور الإيمان، كنت أسمع الصوت وأبصر الضوء سنين سبعا، ورسول الله صامت ما أذن له في الإنذار والتبليغ. يعني قبل أن يؤذن إلى رسول الله بالإنذار والتبليغ، كان علي عليه السلام يتلقى وحي السماء من رسول الله، يسمع وحي السماء ويسمع تعاليم السماء ويتلقى العلوم والمعارف الإلهية في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. الله
الإعداد الإلهي لعلي عليه السلام. رابعا إناطة المسؤوليات الكبرى بعلي عليه السلام. أنت حينما تريد أن تعد شخصا لأن يتولى إدارة مؤسسة معينة من بعدك، أو يتولى منصبا قياديا من بعدك، لا بد أن تشركه في تلك القيادة وأن تعطيه مهمات كبرى تتعلق بذلك المنصب وبتلك المؤسسة. لا، إذا تريد شخص يتولى إدارة مؤسسة لا بد أن تدخله في المهام الإدارية، المهام الإدارية الكبرى، لكي يعرف كيف يدير تلك المؤسسة بعد رحيل مدير المؤسسة وصاحب المؤسسة، لكي يتولى ويشرف على المؤسسة ويستطيع أن تستمر تلك المؤسسة ويديرها أحسن إدارة ويجعلها مستمرة بكمالها وقوتها. فرسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يريد عليا أن يتولى المسؤولية من بعده كان يشركه في المهمات الصعبة ويعطيه المهام الصعبة الكبرى جدا. أولا ومن أول حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة جعل عليا يبيت على فراشه ويتولى تلك المسؤولية، وطلب من علي أن يبيت على فراشه، وبات علي على فراش رسول الله، والسيوف كانت تحيط بعلي من كل حدب وصوب، وتحمل علي تلك المسؤولية التي فيها نجاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله حمل علي أيضا كذلك مسؤولية أداء الأمانات إلى أهل مكة، الأمانات التي كانت عند رسول الله، وكذلك حمله مسؤولية أن يهاجر بأهل بيته والمستضعفين من المسلمين أن يأتوا بحماية علي وكفالة علي. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة من تولى المسؤولية في مكة؟ حينما هاجر رسول الله تولى مهام رسول الله علي عليه السلام. فقام علي عليه السلام بتلك المهمة الكبرى حينما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة. كذلك في كل الغزوات حينما رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى الحرب يسلم لواء اللواء، لواء رسول الله، يسلمه بيد علي، فيكون علي هو حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا كذلك كان علي هو الفارس المقدام الذي يقذفه رسول الله في غمرات الحروب، ففي بدر وفي أحد وفي حنين وفي الأحزاب وكل الغزوات في ذات المهمات الصعبة كان فارسها وبطلها علي، وليس هناك لها بطل إلا علي. يوم بدر، يوم أحد،
يوم الأحزاب يوم حنين فتح خيبر لم يكن له إلا علي عليه السلام. فعلي فعلي هو رجل المهمات الصعبة. كذلك حينما خرج رسول الله في غزوة تبوك خلف عليا عليه السلام على المدينة المنورة وقال له: ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذه عملية إعداد إلى علي عليه السلام، عملية تحميل علي إلى مسؤوليات كبرى ليكون علي الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خامسا، الإشادة بعلي بين الفينة والأخرى وفي كل موطن. رسول الله يشيد بعلي، ويشيد بعلي يبين فضله، يبين كماله، يبين منزلته، يبين مقامه الإلهي عند الله. فنراه حينا يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وحينا يقول: أقضاكم علي، وحينا يقول: علي مع الحق والحق مع علي، وحينا يقول: علي مني وأنا منه، وحينا يقول: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. هذه كلها يريد أن يشيد بعلي ويبين مقام علي ومنزلة علي عند الله وعند رسوله، كما يريد أن يبين الكمالات التي يتمتع بها علي من بين كل الصحابة. فلا توجد تلك الكمالات إلا عند علي. وأخيرا، جاء يوم التبليغ والتنصيب الأكبر إلى علي عليه السلام. علي الذي أعده رسول الله ذلك الإعداد الكبير لكي يكون خليفته من بعده، ويكون إماما من بعده، ويكون حجة على الخلق من بعده. جاء اليوم الذي ينصب فيه علي إلى تلك المهمة. جاء يوم الغدير الأغر ليأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي، حينما جمع المسلمين كافة في غديرهم، ووقف رسول الله فيهم خطيبا، وبعد أن خطب أخذ بيد علي ورفع يد علي إلى الأعلى وقال للناس: ألا من ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. ثم أخذ يكررها ثلاثا: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأدر الحق معه حيثما دار. نحن نعلم
أن رسول الله أولى بنا من أنفسنا جميعا. وتلك الولاية التي لرسول الله على الأمة كافة نقلها إلى علي عليه السلام. فأصبح علي هو الإمام وهو الخليفة وهو ذلك الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن اختاره الله سبحانه وتعالى خليفة على الأمة. ويا ليت الأمة راعت ذلك في علي وطبقت قول رسول الله في علي واتبعت ما أراده الله سبحانه وتعالى في علي. ولكن للأسف الأمة ظلمت نفسها حينما خالفت تلك الوصية ولم تتبع تعاليم رسول الله في علي عليه السلام والأئمة من أهل البيت، بل أقصوا عليا عن منصبه وأبعدوا عليا عن منصبه. ولو كانوا اختاروا عليا واختاروا الأئمة من ولده لقيت الأمة سعادتها وكرامتها وعزتها. ولكن نحن نتطلع إلى يوم موعود، إلى يوم ترجع فيه ولاية علي وخلافة علي وإمامة علي وزعامة علي متجسدة في سيدنا ومولانا المهدي الموعود المنتظر. أجل كلنا نتطلع إلى ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره والذابين عنه، وأن يرزقنا الشهادة تحت لوائه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بظهوره الشريف بعدما ملأت ظلماً وجوراً. وإن غداً لناظره قريب، إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً قريباً إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.